كنحب الاخوان اللي ديجا والاخوات اللي ديجا كيديروا معنا تكوينات اخرى في يعني في مجموعه ديال التكوينات اللي كنديروا بحال ليدوكاتريس او لوتيزم او الحساب الديني. وايضا كاينين تكوينات غادي يجيو ان شاء الله في الطريق، هما تكوينات اللي كيكونوا مطلوبين في سوق الشغل، وكنحاولوا نديروا شي تكوينات اللي الواحد يقدر يعاون بهم، بحال مثلا تكوينات الوكاله اللي جديده دابا ولينا كنديروها الاخوان والاخوات اللي بغاو يخدموا في المجال ديال الحساب الذهني الصعوبان. داكوغ، دونك اليوم الحصه ديالنا هي حصه ديال الحساب الذهني الصعوبان، يعني غادي نشوفوا فيها ان شاء الله لا تكنيك كيفاش غادي نخدموا بهاد لاباكوس جابونيز، وغادي نشوفوا ايضا كيفاش نتوما تقدروا تقراو لي زونفون، كيفاش تقدروا انكم تبداو ان بروجي بيرسونيل ديالكم خاص بكم. دونك بالنسبه للانزان هي تقنيه يابانيه ديال تخيل المعداد، والصوبان اون جينيرال هو بيان سور بالنسبه للاطفال اللي بغاو مثلا اللي كيديروا اللي بداو يلاه مثلا 3 سنين او 4 سنين يقدروا انهم يخدموها في الكريش، على اساس ان خاص يكون واحد البروغرام ادابتي، واحد البروغرام اللي هو يلاه الوليدات كيتعلموا مثلا الارقام بحال كيتعلم الصفر، كيتعلم واحد، كيتعلم جوج، كيتعلم ثلاثه، وكيكون هذا التعلم ديال الارقام بالنسبه للكريش كيكون ادابتي للمستوى ديالو، يعني ما كنجيوش نعطيوه دي زوبوراسيون بطريقه سريعه او كبيره، كنعطيوه فقط كنعلموه بعدا يتعلم يكتب الارقام ويفهمهم ويربطهم ديك الساعه بالمعداد الياباني الصعوبان. دونك هاد المساله هادي عند الاطفال الصغار، بزاف ديال الاخوان والاخوات كيقول لك واش اطفال الصغار غادي يصلح معاهم الصعوبان. احسن فئه او احسن وقت اللي غادي يقدر يبدا فيها الطفل يتعلم الصعوبان ويدمجوا مع الارقام هو الكريش، هو ملي كنتكلموا على 3 4 5 اون، هادو اوقات لي رائعه جدا. وايضا بالنسبه للصعوبان كيتعلموه يعني الاطفال ديال الابتدائي وايضا الاطفال ديال الاعدادي، وايضا ملي كنتكلموا على 15 عام الفوق كيولي هاد الشاب هذا ولا الشابه كتولي تخدم لاباكوس، يعني على حسب واش بغات تشارك في مسابقات جهويه وطنيه. دونك هاد الصعوبان هذا كيكونوا كيتنظموا فيه مسابقات جهويه وطنيه، وكيحاولوا انهم يوصلوا واحد لو سكور معين في الحساب، وحنا في لا فورماسيون ان شاء الله غادي نتكلموا على شنو هي الادوات وشنو هما الوسائل اللي غادي تخليكم توصلوا للحساب السريع عن طريق المعداد الياباني. داكو، اون جينيرال بالنسبه لي كاباسيتي ديال الدماغ، دونك الدماغ ديالنا عنده واحد القدرات هائله وخارقه جدا في ربط المعلومات البصريه والسمعيه والحسيه، وكاينه واحد القاعده عامه في التعلم، كل ما كانت الحركه مدموجه مع يعني مع التعلم كل ما كان يعني الاستفاده اكبر بالنسبه للاطفال. بزاف ديال الناس كيقول لك الطفل ديالي حركي ما كينتابش، ما كيكون الانتباه ديالو يعني كيكون مشتت التركيز، ولكن خاصك تفهم واحد الحاجه بان ديك الحركه اللي كيديرها الطفل اللي كتكون زايده الى فريمون توجهات بواحد الطريقه اللي هي ذكيه، غادي يكون نسبه الذكاء ديال هاد الطفل اللي عنده الحركه كثيره تقدر تكون عنده الذكاء اكثر من واحد الطفل اللي عنده الحركه قليله جدا. دونك الحركه ملي كتدمج مع يعني التعلم كيكون استفاده اكثر، علاش؟ حيت الخلايا العصبيه علميا ملي كيكون الانسان كيكتب او كيدير شي حركه كيخدم اكبر عدد ديال الخلايا العصبيه، وبالتالي هنا كنتكلموا على ذاكره افضل وتنشيط خلايا مخ كتكون احسن وافضل. داكو، بالنسبه للدماغ كاين دي تيوري اللي كتكلم على كل بارتي كتكلف بواحد يعني واحد النوع ديال لي فونكسيونمون، بحال مثلا كاين التقسيم ديال الدماغ اللي كتقول كاين واحد لابارتي فريمون كيكونوا تجارب،
واحد لابارتي اللي كيكون هو انت مسؤول على البصر، واحد البارتي اللي مسؤول على التوازن، واحد البارتي مسؤول على الكلام، واحد البارتي مسؤول على اللغة، واحد البارتي مسؤول على مكلفة بالاستماع، واحد البارتي مكلفة بالامبرانت دو بيرسوناليتي، لا بيرسوناليتي ديالك كيفاش دايرة، لي زيموسيون، لي بروبليم اللي خاصها تحل، والمسائل اللي هي كتكون منطقية. دونك هاد كاين هاد التقسيم هذا اللي كيخدموا به لي بسيكولوج، اللي كيتكلموا اللي كي ملي كيكون الطفل عنده واحد ديسفونكسيونمون في واحد احد هاد لي بارتي في الدماغ، دونك ديك الساعة كيكون واحد المتابعة مع الطفل على حسب يعني لا سبيسياليتي، على حسب كيكون مثلا واحد الموتريسيان، ولا واحد مثلا اللي كتكلموا على الطاويض ديال اللغة، ولا الطاويض ديال يعني حاسة البصر. كاينين مجموعة ديال التطبيقات ومجموعة ديال يعني ديال لي تيست اللي كيخدموا بها لي بسيكولوج باش انهم كيحددوا المشكل اللي كاين عند الطفل، وبالتالي كيخرجوا مجموعة ديال لي زاكتيفيتي ومجموعة ديال المهارات اللي كيتدرب عليها الطفل هذا باش انه يتحسن في ديك لا بارتي ديال الدماغ اللي نورمالمون كاين فيها واحد النقص. وايضا بالنسبه للدماغ كاين واحد التقسيم اللي كيقولوا ليه مثلا مهم كيخدموا به بزاف ديال الديفلوبمون بيرسونيل، كيتكلموا على الفص الايمن والفص الايسر ديال الدماغ، وغالبا التجارب اللي داروا كتاكد بان الفص الايمن اون جينيرال هو اللي مسؤول على كل ما هو صور، الوان، اشكال، اشكال، صور، الوان، كيتميز بعدم النظام، كيتميز بالعشوائيه، موسيقى. وايضا كاين اللي كيقولوا ليه هو اللغه، هو مركز التواصل بينك وبين الروح ديالك، كاين اللي كيسميه الجانب الروحي، كاين اللي كيسميه الجانب العاطفي، كل واحد شنو كيقول ليه. وكاين فص الايسر ديال الدماغ اللي هو في كل ما هو منطق، لغة، رموز، نظام، تحليل. وبالتالي هنا كيكون واحد التكامل، دونك دماغ الانسان كيحلل، وعنده واحد لابارتي اللي كيحلل بها وكيفهم بها الاشياء المنطقية، وكاين واحد لابارتي اللي كيربطها بهاد التحليل وكيبدع داكوغ، يعني كيخدم على ذكاءات ديال الالوان، ذكاءات ديال الموسيقى، الذكاء مثلا العاطفي، كاين مجموعه ديال الذكاءات، وبالتالي كيكون هناك واحد العقل اللي كيدير مجموعه ديال الوظائف. داكوغ، بالنسبه للتقسيم الاخر كاين تقسيم العقل الواعي والعقل الباطني. العقل الواعي هو المدرك الذي تحدث فيه الموازنات والمقارنات وحساب الآثار والعواقب والمصالح والمفاسد، ولا يشغل إلا حيزا صغيرا جدا مقارنة بالعقل الباطني. دونك هذا العقل الواعي هو العقل اللي نورمالمون كندركو لحظيا، مثلا هو اللي مثلا كيخلينا نشدو هذه نشوفو فيها، ومثلا نديرو شي حاجة اللي نورمالمون كنفكرو فيها. وكاين العقل اللاواعي او الباطني هو مخزن هائل للمعلومات والخبرات، هو اللي كيتبرمج، وهو اللي مسؤول كيقول لك على المشاعر والاستجابات الغير اراديه والدوافع وراء السلوك. دونك هنا ملي كنجيو نربطوا الحساب الذهني كنتكلموا على في الاول ملي غادي نخدم مثلا بهذا الكالكول مونتال، غادي نخدم بالعقل الواعي ديالي، خاصني نفهم وخاصني نفهم القاعده وخاصني نطبق وخاصني نشد لاباكيس بواحد الطريقه. دونك هذه كنخدم هنا العقل الواعي. وبالنسبه باش نخدم انا العقل الباطني كيفاش غادي يخدم مع الكالكول مونتال، هو التكرار. دونك ملي غادي ندير انا واحد لا ريبيتيسيون بواحد الشكل مستمر باستخدام لاباكوس، غادي يولي عندي العمل بهذا لاباكوس هذه بطريقه لا واعيه، بحال اي حاجه كنتعلموها ملي كنبداو نتعلموا شي حاجه جديده كنتعلموها يعني بالتكرار داكو، حتى كتولي عادية. بحال مثلا ملي كنا صغار كانوا كيديروا لنا النقط باش نتعلموا ألف، وكنبقاو نتبعوا داك النقط وكنكتبوا، كنديروا الشرطة وكنديروا الهمزة كنبقاو متبعين السهم ديال داك النقط،
وكنعاودوها المرة الثانية وكنعاودوها المرة الثالثة والرابعة خمسة 30 40 حتى شنو كيوقع كتولي داك الكتابة عندي كتولي عندي هاد الكتابة عادية وكتخزن كتخزن كل شيء في العقل الباطني وكتولي عندي طريقة ديال العمل اللي هي عادية. داكو دونك هنا السرعة ديال التفكير ديال السرعة ديال التفكير عندها خاصة نعرفو كاين التفكير السريع وكاين التفكير البطيء. خاصة نعرفو بأن باش تتعلم باش تستوعب ملي كتخدم بالعقل الواعي خاص يكون طريقة ديال التعلم بطيئة. حاول فين ما تبغي تتعلم شي حاجة تعلمها بشوية. في الكوتشينغ سكولير فواحد البرنامج بدينا كنديفلوبيو ان شاء الله مكتب باش نبداو هذا العام، غادي نبداو العام الجاي، كيتسمى اي اس ال انتيليجنس سيلف ليرنين. هو كيفاش ان هذا الطفل هذا يتعلم كيفاش انه يقرا ويتعلم في الاول بطريقه بطيئه، عاد ملي غادي يبدا يتدرب بطريقه سريعه جدا. دونك كيقولوها الامريكانيين في بعض البرامج كيقول لك ليرن ديبلي، هذه قاعده من القواعد الاساسيه في التعلم. ليرن ديبلي، بعض الاطفال كنلوحوا لهم بزاف ديال المعلومات باش يحفظوا مثلا داكشي في دقه واحده، ها الماط ها الفيزيك، وكيتراكم كيشوف الكتاب كبير شنو كيدير، كيقرا داك لو تيكست الاولاني دغيا وكيدوز لو تيكست الثاني كيدوز لو تيكست الثالث. حنا في الكوتشينغ سكولير شنو كنديرو بارمي لي سيكري ديال الخدمه مع الطفل باش انه يفهم مزيان شنو كنديرو ليه، كنمشيو بحاجه وحده كنبقاو غاديين فيها كنتعطلو فيها، ماشي كنتعطلو، بحال مثلا كنسمعوا اي جمله مثلا في مثلا باك ناخذوا اس في تي باك انترناسيونال بالفرنسي. داكور دونك كيفاش هاد الطفل هذا ولا هاد التلميذ هذا يفهم مزيان شنو كيتكتب، يفهم مزيان داك الدرس وعمو ما ينساه. اش كنديرو هاد الطفل هذا خاصو ياخذ قلم فلوريسون يكون حاط حداه مثلا ديسك ديكسيونير ولا انترنت، ويدير مثلا واحد الورقه الوسخ وخاصو يقرا كل كلمه، يسطع على الكلمه اللي ما فهمهاش وخاصو يشرحها، وخاصو ديك لا فراز تولي عنده معنى. داكور ملي كنخدمو ملي كنقراو شي حاجه خاص كل فراز وكل جمله واخا نتعطلو فيها، اللهم نجيو نتعطلو مثلا في حاجه وحده ونتعلموها بشويه ونفهموها ودخل الدماغ يولي عندنا ليها واحد المعنى في الدماغ ديالنا، كونوا على يقين عمرها ما تنسى. دونك لو سيكري ديال الاطفال اللي كيجيبوا مزيان في الامتحانات واللي كيفهموا اي حاجه وكيخدموها كيخدموها بشويه، كيشرح ديك المساله، كيشوف فيديو مثلا نهضوا على اس في تي مثلا في الواصلين حاليا في داك الشيء ديال ترانزاكسيون داك يعني التعبير الوراثي في الاس في تي باش نفهم ان هذاك الدرس غادي نمشي ناخذ غادي نشوف مثلا كيقول لك لا لوكاليزاسيون ديال لانفورماسيون جينيتيك، خاصني نمشي نشوف ديك لوكاليزاسيون، خاصني ناخذ واحد المعنى لوكاليزاسيون نفهم مزيان واش فين كيتواجد هذاك لا فورم جينيتيك، شنو هما التجارب اللي كيبينوا لنا هذه، خاصني نقرا مزيان ونسمع مزيان في ديك اللحظه انستونتانيمون، نسمع مزيان ونفهم مزيان ونسول على شي حاجه ما فهمتهاش ونسطع على شي حاجه ما فهمتهاش. دونك ملي كيكون المعنى كيوصل داك المعنى كامل داكور، هنا ديك الساعه نقدروا نتدربوا بسرعه، داكور نقدروا نتدربوا بسرعه، وبالتالي هنا الدماغ شوف هي عطيه المفهوم وعطيه المعنى وعطيه المعلومه، شنو غادي يدير بوحدو كيبقى خدام كيربط لك بين الاشياء الاخرى وغادي يفهم لك اي حاجه. وكادي خدوها قاعده عامه في التفكير او لا في الطريقه ديال التفكير، ملي كنقراو غادي نقراو بواحد السرعه اللي هي بسيطه جدا ونتعلمو بشويه بشويه حتى نفهمو داك الشيء. شو كيوقع مثلا كيوصل الاطفال كيكبروا شي شويه كيبقاو ياكوميليون ليهم المعلومات، ها الماتش شحال من تمرين، ها الفيزيك شحال من تمرين، ها الفرونسي شحال من تمرين. دونك لا نقراو بشويه، نقراو اي حاجه نقراوها بشويه، مهم منين نفهموها ديك الساعه هذيك الفيتاس وهذيك لي زيكزارسيس وهذيك
لأي حاجة واحدة أخرى. دونك الفهم مهم جدا في الأول، داكوغ، سيرتو ملي كنتكلمو على شي حاجة تكنيك ولا شي حاجة أول مرة كنفهمها. وكاينين الطرق اللي كتزيد في الاستيعاب ملي كنبغيو نتعلمو شي حاجة، مثلا شي واحد كيبغي يتعلم شي لغة جديدة، أو ملي كتبغي تتعلم مثلا واحد المادة جديدة، أو لا عندك امتحان في 3 أيام ولا 4 أيام وباقي ما رجعتي حتى شي حاجة، وعمرك ما مشيتي لافاك ولا ليكول، عمرك ما تبعتي شي حاجة وخاصك تجيب معدل مزيان. هذا هو الدواء ديال الكوتشينغ سكولير اللي كنديروه، اللي مختصة به الأكاديمية، وكنخدموا لاكومبانيون مع الأطفال. مهم جدا. علاش قلت لكم هذه المسألة دي؟ حيت حتى في لوكاد كيلمونتال أول مرة ملي غادي نخدم مع الطفل نخدم معاه بشوية دقة دقة. داكوغ. دونك الصعوبة نورمالمون التاريخ ديالو، هو ما كانش الهدف ديالو في السكولاريتي في الاول، كانوا تقريبا كيخدموا به لي كوميرسون، داكو عاد دخل شي شويه المدارس اكسيتيرا، يعني كانت واحد الاداه، ما كانش كتشبه لهذه، داكو فيها انواع، كاين اللي كانت فيها 5 ديال لي زونير لتحت، وجوج ديال اللي كينا كيتحسبوا ب5، وكانوا كيخدموا بها التجار واصحاب المحلات باش انهم يحسبوا شي حاجه اللي هي كونتيتاتيف، اللي فيها اعداد، اللي فيها العد وفيها الحساب بطريقه اللي هي شي حاجه اللي طويله، مثلا شي حاجه اللي فيها مجهود. وعاد بالنسبه في البدايه القرن العشرين، في 1900 بحال هكا 10 وهذه و15، بدات كتبان شي شويه بشويه، كانوا كيخدموا بها الاطفال. كان في واحد الوقت ديك الساعه قبل ما تكون كالكولاتريس كانوا كيخدموا بها العد وكيحسبوا بها. وفي بعض في الثقافه الاسيويه او اليابانيه، بعض الميكيات وبعض الرسوم المتحركه كنشوفوا شي شخصيه، مثلا ديك الشخصيه ديال التاجر كتكون ديما هاز مع هذه، هي كتبغي تحسب كتهز هذه وكتبقى تخدم بها وكتعطيك واحد الحساب. با مال دو فوا شفنا بعض اللقطات اللي فيها هاد لاباكوس هذه. داكو. لماذا الحساب الذهني؟ الحساب الذهني اون جينيرال كيقوي الدماغ وكيحفزه. ماشي فوالا نيو. داكو الحساب الذهني اون جينيرال كيقوي الدماغ وكيحفزه. الحساب الذهني كيقوي الشخصيه المنطقيه وكيجعل الشخصيه متوازنه والتحكم بعاطفه بشكل اكبر. داكو الحساب الذهني بيان سور كيعلمك المنطق وكيساعدك انك تاكسيليغي هذيك العضله ديال رده الفعل، وكيخليك تاخذ قرارات بشكل اكبر باكثر صحه. دونك هذا الحساب الذهني سواء بالطريقه ديال اليابانيه او الطريقه العاديه، جميع الثقافات وجميع زعما الدول متفقه على ان الحساب الذهني شي حاجه اللي مفيده جدا للاطفال، وكيعاونهم بزاف انهم يكتسبوا قدرات ذهنيه، وكيعاونهم ايضا في الحياه اليوميه ديالهم. داكو. دونك بالنسبه للصعوبان، شنو هو الصعوبان؟ هو سي لا تكنيك بيرمي دوتوماتيزي لي مانيبيولاسيون سور لو صعوبان اي داتاندر افيك دو لونترينمون دي فيتاس امبرسيونونت. دونك هنا التعريف ديال الصعوبان خاص يكون بالنسبه للمدربين والمؤطرين اللي كيخدموا على الباراسكولير والانشطه المدرسيه الموازيه. هنا كيخصهم يعرفوا بان الصعوبان ماشي فقط تقنية، داكو صوبان فيه مسابقات، صوبان فيه دي سكور انترناسيونال، صوبان كاينين بزاف الجهات المنظمة اللي كتخدم كالتاني، كاينين مدربين، داكو كاين واحد المجموعة ديال الأشياء اللي مهمة جدا صوبان. دونك وبغيت أن أي مدرب هنا معايا يدخل هاد لافورماسيون اليوم، وديجا كان كيدرب الأطفال ولا ديجا خدم على لو كالكول مونتال، خاصو يفهم بان الصعوبان هو الهدف ديالو هو التلقائيه، هو الطفل يولي يحسب بطريقه تلقائيه عن طريق استخدام المعداد او عن طريق التخيل. دونك قلنا لا تكنيك بيرمي دوتوماتيزي
les manipulations sur le soroba. Donc, yani qui voulait le hisab tilqa'i inahisab, le jam' ou le tarh ou le tab ou le qisma ou le jodo ou le mu'abba'a ou et d'atteindre ou le soul il a ma'a tamaroun ou le tadrib il a so'at li hiya kibira jiddan. D'accord, donc ثلاثة الكلمات مهمة نعقلو عليها في التعريف ديال الصعوبة، نعقلو على التلقائية، نعقلو على التمرين، التدرب، التدريب، ونعقلو على la vitesse. L'anzan est une technique de calcul mental japonaise consistant à effectuer les calculs sur un soroba imaginaire. Soroba imaginaire, ou amni ketchoufou dak taf ni ketatay des opérations bhal hakka ki jiddan ou ki khdem b 7 bhal hakka. Mathalan ketkoun lih 10 plus 1 plus 5 plus 50 moins 60 plus 70 plus 1 plus 1 plus 5 moins 5. D'accord, donc il y a qui va être trié avec la bacus qui va être trié là ou qui attaque la réponse nation ou qui chauffe avec la bacus. Donc avec la bacus imaginaire qui défait les opérations. Donc cherche qu'elle chauffe l'atfal qui va être le sport dialo. ولكن كاين واحد المستويات اللي هي متقدمه ما كيحتاجش انه كيحرك الاصابع ديالو. داكو كاينين اللي وصلوا المستويات اللي هي متقدمه هو فقط هذاك لاباكوس كتولي عنده مونطالمون وتقدر تعطيه دي زوبيراسيون بطريقه سريعه جدا وعمليات كثيره جدا وكيتخيلها وكيشوف وكيعطيك الريزولتا بطريقه اللي هي مباشره. داكو المكونات ديال المعدات en général هذوك تسمىوا لي كولون هذوك هذيك تسمى هذوك تسمى لو كادر لي زونير لي كينير. دونك هنا الا خدينا الصفر هنايا وخدينا هذو الاعداد العشريه دونك هنا هذيك غادي تسمى بيان سور لا بار ديال لي زونيتي لا بار ديال لي ديزان لا بار ديال لي زونيتي لا بار ديال لي ديزان les centaines, les mille, des mille, etc. Donc, là, pour la colonne, quand on doit nous bouffer le sud de l'achat de l'estimalat, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, achat de l'estimalat. Donc, on doit mettre à 0. Quand on doit nous mettre là-bas, qui s'est dit, qu'est-ce qu'on doit faire de la chèque de l'hada? Il y a normalement qu'on doit faire de la chèque de l'hada. وهي كتسريع الحركه دونك هي خاصك تقيسها خاصها تبدل لا بوزيسيون ديالها دونك كندير لها متر زيرو وكنخدمو دونك هذه الصفه هذه الصفه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دونك الا بغيتي 10 هي 1 في العشرات 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 في 1 في المئات 100 300 400 500 600 700 800 900 et 1000 مليون. دونك من دونك هنايا 100000 عفوا 100000 200 300000 400000 500000 600000 700000 900000 مليون 300 ملايين. دونك هادي نورمالمون كنركبو بها الاعداد بطريقه اللي هي فليكسيبل فيزوال كتبان لينا كندغي كنتذكروها ومع التدريب بالاصابع ولا ريبيتيسيون كنوليو نتخيلوا هاد لاباكوس ونخدموا عمليات اللي هي سريعه جدا. كاين جوج الانواع اون جينيرال لاباكوس اباكوس ديال المتدرب واباكوس ديال المدرب. اباكوس المتدرب كتحط بحال هكا واباكوس ديال المدرب ما عنديش هنا كتكون كبيره وكتبقى تفيكسا كنقدر ندير لها بحال هكا كتبقى تفيكسا ماشي كتهبط بحال هذا الشكل هذا. الى بغيتو تكتبوا المكونات الفوقاني لي كينار لي زونير التحتانيين هذوك الخازات التحتانيين هذو لي زونير هذا لو كادر هادي لا بار دو كالكول اولا لا بار وهادو لي كولون وكاينه بوان دونيتي كتكون واحد البوان هنايا كتفصل بين الوحدات البسيطه والالاف واحد البوان واحد اخر كتفصل بين الالاف وبين الملايين اكسيتيرا اكسيتيرا.
دابا ملي تعرفنا على لاباكوس باللغه الفرنسيه، اللغه العربيه هانتم، اللغه العربيه كاينه اللي كتسمى الاطار، صوبان يابان، معداد ياباني، هذه كتسمى عارضه التصفير، هذه العارضه اللي كاينه هنايا او عارضه الافقيه. كاين هادو كتسمو خرزات وحاديه كتحسبوا بواحد، هادو خرزات خماسيه كتحسبوا بخمسه، وهادو ايضا هاد نقطه الاحاد قلنا اللي كتفصل بين الوحدات البسيطه والالاف والملايين. كنشوفوا لي جابوني كيديروا واحد النقطه فاصله مثلا 2223، بحال انت كتقراها جوج فاصله 223، ولكن هي عندهم 2223 حيتاش ديك الفاصله كيفصلوا بها الوحدات البسيطه والالاف، وايضا الالاف كيفصلوها مع الملايين اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هذه بالنسبه لمكونات المعداد الياباني. بالنسبه لتركيب الاعداد كيف ما قلنا قبيله، نشوف الا لقيت هنا شي ابليكاسيون باش نوريكم الطريقه ديال الطريقة ديال تركيب الأعداد. نشوف دغيا شي أبليكاسيون. فوالا، بان شي واحد هنا. Voilà. Donc هنا العد مثلا صفر واحد، لاحظوا لا بار دو كالكول ما كتكون قريبه ليها حتى شي بولي، مي كنأكتيفيو واحد اثنان، دونك جوج طلعنا جوج، ثلاثة باش كنطلع بهاد الصبع هذا بحال شفتوني قبيلة. أنا نعاود لكم هنا، غادي نخدم لكم هنا باش تشوفوها فيزيوالمون تفهموها بالفيزيوال. داكوغ، تلاتة، كربعة، كاتخ، سانك، سيس، سات، ويت، نف. لاحظوا هنا في الوحدات هادي كتحسب بخمسة كما قلنا قبيله، هادو كيتحسبو بواحد، كاتخ، ديس، فان، تخونت، كارونت، سيكونت، سوسونت. دونك هاديك ملي كتحسب بخمسة وكنمتلوها في العشرات كتاكتيف علينا، دونك 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900. نعاود بشويه، قلنا كنخدمو بهاد جوج الأصابع، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، نعاود واحد اثنان ثلاثة أربعة لي زونيغ خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون. 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0. داكو، دونك هذا بالنسبه للتركيب. مثلا غادي ناخذ بغيت نركب مثلا 325، 325 غادي نمشي للمئات غادي ندير 3، والعشرات غادي ندير 2، والوحدات غادي ندير 5. ثلاثة اثنان خمسة، 325. مثلا بغيت ندير
1230 1230 غادي نمشي للالف ندير واحد والمئات ندير 200 جوج 30 في العشرات غادي ندير 3 1230 داكو. شكون اللي عنده شي سؤال في هادشي اللي درنا دابا اللي ما فهمش نعاود نشرح ليه هادشي اللي درناه دابا؟ داكو شكون اول مره كيحضر التكوين ديال الحساب الذهني؟ اكتب لينا في الشات ولا في شي كومونتير. داكور كاين لي اول مره هنا لا مامون دو ياسمين شويه كثير غادي يجي المهم راه العشيه كلها راه زوقي فوالا اول مره مامون دو ياسمين مرحبا بالنسبه لي بارون يقدروا يقريو وليداتهم في الدار على حسب هذا الكوفيد هذا دونك سيدنا جيا فهم عندها هذا لو ديبي هذا والساده حيدرا جو بونس تاتي ليفي لا ما إلا بغيتي تدخلي مرحبا إلا بغيتي تدخلي تكلم مرحبا داكو أستاذ مرحبا أستاذة مليكة أستاذ مرحبا أنا كنسمعك أستاذ واش ممكن تعاود لينا كي نديرو العادة أه؟ عليكم السلام عليكم أستاذ مرحبا أستاذ واش أستاذ واش ممكن تعاود لي العدد 11 و 12 أو العدد 21 22 كيفاش كديرو ليها أستاذ؟ فوالا تو دو سويت شكرا استاذ مرحبا 11 دونك 11 خاصها تكون واحد في الوحدات وواحد في العشرات 12 واحد في العشرات وجوج في الوحدات دونك واحد في الوحدات مثلا جوج 22 جوج في العشرات وجوج في الوحدات مثلا عطيني شي رقم استاذ مليكة ولا شي وحده اخرى بغا يركبو باش يشوفو بعينيه باش يفهم هو بالطريقه ديالو مرحبا بالجميع حدا دونك حنا عندنا واحد السويعه وربع تقريبا ولا سويعه المكانه سويعه ساعه وربع ساعه ونص ساعه وربع دونك على حسب نساليو الاساسيات ندوزو للحساب البسيط ونشرح لكم حساب مركب داكو بحال مثلا 223 223 غادي نديرو جوج في المئات وجوج في العشرات وثلاثة في الوحدات بصبعي كي غادي نديرها بصبعي 223 متر زيرو 223 دونك هاد بهاد الصبع هذا بالإبهام كنديرو الخرزات الأحادية وبالنسبه للسبابه كنخدموا الخرزات الخماسيه 225 هذا العدد واش ممكن 67 دونك 67 67 6 في العشرات و7 في الوحدات اللي عنده شي عدد اخر ما فهمهمش ولا باقي ما فهمش البرانسيب يعطيني شي عدد خويا باش يقدر يفهم خويا عبد السلام مرحبا عافاك عاود لينا 67 كيفاش درتي الى الله يجازيك بخير واخا مرحبا 67 انا نعاودها بشويه دونك 67 خدينا هنايا في العشرات غادي ناخذ 6 فوالا وفي الوحدات سبعة صافي شكرا مرحبا هاد لابليكاسيون مرحبا ستة فوالا خدينا خمسة خمسة في العشرات هي 50 واحد في العشرات هي 10 هي 60 وسبعة
غادي ناخد في الوحدات 5 ونزيد عليها 2 هي 7 67. اللي باقي بغاني نعاود ليه شي عدد الا ما فهمش البرانسيب اللي يقولوا لي ولا يكتبوا لي في كومونتير. داكو بالنسبة ل دوزو محور آخر، دوزو الحساب البسيط والحساب المركب. الحساب البسيط نعطيكم مجموعة ديال العمليات، 1 + 1 + 1 3، 6 + 60 ناقص 1 65، 1 + 3 + 5 ناقص 8 + 1 + 1 + 5 ناقص 6 هي 2، 20 + 2 + 5 + 60 + 1 + 1 ناقص 6 ناقص 12 هي 71، 523 + 225 هي غادي تعطينا 748. 222 + 111 + 555 - 666 هي تعطينا 222. 222 دونك هنايا الحساب البسيط ما كنستخدموش فيه قواعد كيف ما لاحظتوا. نعطيكم مثال اخر باش نفهموا، نميل لكم هنايا مثلا في حساب بسيط لي زوبيراسيون اللي كيكونوا بساط. مثلا كنجي كندير 3 كيبقى لي هنا 6، اما نزيد 5 ولا نقص 5 ولا نخدم بالعشرات. مثلا 3 + 1 ناقص 2 + 5 + 10 هي 17. مثلا 322 ناقص 11 + 55 هي 366. دونك الحساب البسيط ما كنستخدموش فيه قواعد، كنخدمو بطريقة سام. بحال مثلا كيف ما نبين لكم في شي ابليكاسيون، مثلا ناخدو شي ابليكاسيون ديال الفلاش او لا لوجيسيال. داكوغ غادي ناخدو هنا، ناخدو هاد لابليكاسيون هادي، غادي نجيو ندير اونتري. هنايا غنخدمو بعض العمليات، فوالا غنخدموهم افيك اباكوس. انا غادي نبينهم لك هنا في الشاشة ونخدموهم معاك. ف غادي ناخد في الحساب البسيط، باقي ما درتش الحساب المركب، ناخد في الحساب الكالكول سامبل. دونك الجلسة كتكون معتدلة بيان سور، وهاد لي زونير كتخدمو بالإبهام، والسبابة كنخدمو لي زونير والكينار كنخدمو بها بالسبابة. غناخدو مثلا 20 طبقة، وغادي ناخدو غير لي زونير غير التحتانيين. مع الأطفال كنبداو معاهم في هادو التحتانيين، وعاد كندوزو شوية بشوية لخمسة. مثلا غادي ناخدو هنا هاد المثال هذا، لا 1 - 1 + 3 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 3 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 -
moins 2, plus 2, plus 6, moins 6, moins 2, plus 1, plus 6, moins 5, moins 1, plus 1, plus 5, moins 5, moins 1, plus 1, plus 5, plus 1. D'accord, donc tu atteins ça. Donc tu ça. Maintenant, quand je vais au كنقدروا نخدموا بجوج ديال لي لي ديزاين ولا لي ديزاين ولي زونيتي ناخذ نخدموا مثلا ثلاثه ديال ولا خمسه ديال الطبقات 76 زائد 12 زائد 11 ناقص 41 ناقص زائد 40 دونك عطاتني هنا 98 98 عاد هنا عاوتاني كنقدروا نخدموا لي ديزاين لي سونتين اكسيتيرا هنا كنبقاو نخدموا عاوتاني كندوزو باش كنولفوا حيت الصوبان كيبغي تدرج ما كيبغيش انك في البلاصه تخدم مع الاطفال يعني لي زوبيراسيون ديال لي ديزاين وهذا هنا كندوي لكم على البروغرام ديال الجمع والطرح باش يتضبط مزيان يعني بين عام ونص حتى العامين بالنسبه للاطفال باش يوليو يوصلوا داك الاوتوماتيزم ويقدروا ديك الساعه يخدموا بطاقه تلقائيه حيت التمارين فيهم ايضا التخيل فيهم مع المعداد والتخيل بحال مثلا التخيل كنجيو نتخيلوا دونك هذا هي السامبل كنخدم مثلا نخدموا مثلا عمود واحد نخدموا عمود واحد في السامبل مثلا واحد اثنان ثلاثة ثلاثة كنتخيلوا زائد خمسة ناقص اثنان زائد واحد زائد اثنان ناقص تسعة تعطينا الصفر داكو كتبقى تخيل كتبقى تشوف تخيل كمية ثلاثة زائد خمسة ناقص اثنان ناقص واحد زائد ثلاثة ناقص ثمانية دونك عطاتنا حتى هي صفر دونك كتبقى تشوف كتبقى تخيل ديك المعداد وكتخدم بالتخيل وكتبقى كتبقى دير لا ريبيتيسيون بزاف ديال الخطوات حتى تفهم الطريقه ديال العمل هنا ملي كتبقى كتميتيزي شي شويه الكالكول سامبل كدوز لي زامي دو 5 بوزيتيف ونيجاتيف فيهم القواعد فيهم قاعده ديال بلس 1 اللي كتخدم بهذه الطريقه هذه مثلا عندك هنايا 4 بغيتي تزيد 1 ما عندكش كيفاش تزيدها غادي دير 4 بلس 1 اللي هي القاعدة ديالها هي بلس 5 كتأكتيفي 5 وكتديزاكتيفي 4 هي 5 دونك كتعطيك 5 دونك باش تزيد واحد وما عندكش كيفاش تزيد كدير القاعدة ديالك دونك هنا عندنا 8 ديال القواعد في الأصدقاء الخمسة غادي نعطيكم هنايا واحد جوج دقائق ولا دقيقة باش تكتبوهم ولا تسكرينيهم ولا تصوروهم باش تبقاو عاقلين عليهم داكو دونك هاد القواعد هادو غير مثال هنايا بعض الامثله مثلا في الحصه في القاعده الاولى ديال زائد واحد هي زائد خمسه ناقص اربعه 14 زائد واحد دونك زائد واحد هنا باش نزيد واحد ما عنديش كيفاش نزيدها هي زائد خمسه ناقص اربعه كيفما شفنا قبيله كنديرها بحركه وحده بحال هاد الشكل هذا داكو كنديرها بحال هاد الشكل هذا زائد واحد زائد اثنان هي 17 العملية الثانية 2 زائد 2 زائد 1 هي زائد 5 ناقص 4 14 زائد 1 هي زائد 5 ناقص 4 زائد 3 تعطيني 18 عندي العملية الرابعة 14 زائد 1 هي زائد 5 ناقص 4 زائد 4 تعطيني 19 العملية الخامسة 10 زائد 4 زائد 1 هي 15 السادسة 3 زائد 1 زائد 1 زائد 5 ناقص 4 تعطيني هي الخمسة داكوغ دونك كنبقاو نخدمو القاعدة كنبقا نخدمو القاعدة باش نزيد واحد منلقاش نزيدها غادي نزيد خمسة ونقص سبعة كتبع القاعدة كيف ما تعطات ليك وكتخدم أيضا
على القواعد الاخرين، قاعده بقاعده. مثلا هنا 3 زائد 2 هي زائد 5 ناقص 3 ناقص 5 هي الصفر. قاعده ديال زائد 3 مثال ديالها 9 ناقص 5 نقصنا ليها 5 وبغينا نزيدوها 3 ما كاينش كيفاش نزيد 3 هي زائد 5 ناقص 2. ديما المكمل ديال 3 هو 2، المكمل ديال 2 هو 3، المكمل ديال 1 هو 4، المكمل ديال 4 هو 1. نعاود 9 ناقص 5 زائد 3 هي زائد 5 ناقص 2 غتعطينا 7. قاعدة أخرى هي زائد 4 زائد عندنا 3 زائد 4 هي زائد 5 ناقص 1 ناقص 5 غادي تعطيني 2. قاعدة ديال ناقص 1 17 ناقص 2 ناقص 1 هي ناقص 5 زائد 4 ديما 1 مع 4 نقصنا بغينا نقصو 1 نقصنا 5 وزدنا 4 هي 14. قاعدة ديال ناقص 2 مثلا 6 زائد 2 عفوا 6 ناقص 2 ما عندناش كيفاش نقصو 2 هنا هي ناقص 5 زائد 3 4 ناقص 3 تعطينا 1. ناقص 3 مثلا 6 ناقص 3 هي ناقص 6 ناقص عفوا 5 زائد 2 دونك ديما 2 مع 3 ناقص 3 0. ناقص 4 نعطي مثال 7 ناقص 4 ناقص عفوا 1 هي 6 درنا بالحساب البسيط باش نقصو 4 ما عنديش كيفاش نديرها دونك ندير ناقص 5 زائد 1 غتعطينا هي 2. داكوغ دونك هنايا القواعد ديال الاصدقاء الخمسه نورمالمون حتى كندوزو تقدروا تنوطيو هاد المسائل اللي بغاو يقراو مثلا الاطفال اون جينيرال نعطيكم غير واحد الانترفال ديال تدريس الاطفال مثلا الحساب الذهني مثلا تقدروا ديروا من المستوى الاول ديروا فيه فقط التعريف بالحساب الذهني وتركيب الاعداد وقراءه الاعداد مع الحساب البسيط دونك هادو كلهم دونك هادو كلهم غادي يديو لكم تقريبا من 8 حتى لك 12 الحصه على حسب الاطفال على حسب السن ديالهم. والحساب البسيط لا عفوا الحساب المركب كل قاعده تقدروا ديروا فيها من حصه حتى لثلاث الحصص على حسب السن ديال الاطفال، ولكن هنا باش تكون الحصه زعما قويه وفيها الفائده خاصكم تقريبا يعني تخدموا اكثر من 200 حتى 300 اوبيراسيون في الحصه باش هذاك الاوتوماتيزم والسرعه ديال الحساب اللي كنشوفوا دوك الاطفال اللي كيحسبوا بطريقه سريعه الا عندهم واحد التدريب اللي هو كيتدربوا بزاف وعندهم واحد البرنامج ديال التدريبي. بيان سور الاخوات والاخوان اللي بغاو يلتحقوا بنا بان ديبلوم دو كالكول مونتال كنتدربوا مده ديال سنه كتكون مدرب معتمد في الحساب الذهني كيكون عندك ان ديبلوم اكثر من الشهاده حيت اول مره دات في العالم العربي هذا النوع ديال التمارين اللي كيكونوا تري زعما تري بروفون بروفون زعما شي حاجه اللي ممتازه جدا. جو بونس كاين بعض الاخوات هنا اللي معنا كيحضروا ليها دونك هاد الحصص هادو اللي كنعطيو فيها جميع الوسائل اللي غادي تخدموا بهم كيفاش غادي تقريو كترينيو دقه دقه وكتمشيو بواحد الطريقه اللي هي ايكيتابل. هي واحد المعلومه اللي بغيت نزيدها هو ان الحساب الذهني ثاني اكثر ماده مطلوبه في المغرب وفي العالم العربي بعد من لي كور سوتيان المراجعة دونك الكالكول مونطال ولا الطلب ديالو كبير جدا. يعني هذه فرصه الاخوات والاخوان اللي بغا يكون عندهم واحد الدخل اضافي ولا بغاو ياخذوا كعمل راه باقي نو مارشي باقي خاوي جدا وبزاف ديال المدربين في الاول خداو غير تدريبات اللي هي صغيره جدا وما قدوش يكملوا في لو مارشي وكاينه لا دوموند بزاف. يعني حساب الديني خدام نعطيكم واحد البورسونتاج ديال 90% تبدا تريني وتخدم وتبوزيسيون انت وتصبر وانتي وتصبري وبشويه بشويه حتى تلقاي راسك مدربة الحساب الذهني. الناس يتصلوا بك تبيع لهم حقائب تخدمي معاهم تدربي مدربين اخرين يعني خاص هي الخطوه الاولى. داكو حنا اكاديميه انزان الاكاديميه الاولى في المغرب والعالم العربي اللي كتعطي لو سيستيم كيفاش تخدموا به حيتاش التدريبات اللي كيديرهم لكم مدربين اخرين شو كيدير لك كيخدم معاك يقول لك كندير لك لا ميثودولوجي وداك الشيء ولكن راه كتاخذ غير داك الشيء اون جينيرال ما كتاخذش لو ديتاي ديال لو ديتاي حيت ملي كنتكلموا على لو مارشي وكنتكلموا ملي كتمشي تخدم مع الاطفال وباش تساير معاهم
باش مثلا تبقى غادي معاه وتعطيه دي زيكزارسيس انواع ديال لي زيكزارسيس ما يحسش بالملل، وتعرف كيفاش تاورغانيزي ليه المسابقات وتديفلوبي تلقاه بشويه بشويه. دونك هنا كاين بصح كاين واحد العمل اللي هو جبار وعمل اللي هو كبير وكبير جدا. داكور دونك الاصدقاء الخمسه قلنا كل قاعده كنمشيو مع الاطفال من حصه حصتين ثلاث حصص على حسب السن ديالهم. وكاين اصدقاء العشره دونك نخليكم تسكنيو اولا دقيقه وجوج دقائق دقيقه تسكنيو اولا تكتبوهم في الواقع عندكم. أستاذ عافاك أكتيفي الميكرو إذا كنتي كتهضر حيت ما كنسمعو والو. ما كنتش كان بصح بصح سمحوا لي كان الميكرو ماشي اكتيفي. نعاود مثلا قلنا القاعده ديال زائد 9 هي زائد 10 ناقص 1 ناخذ 16 ناقص 5 زائد 9 ما كاينش كيفاش نزيد 9 حيت هنا عندي هي 8 هي زائد 10 ناقص 1 عفوا 16 ناقص 5 هي زائد 9 زائد 10 ناقص 1 هي 20. عندي القاعدة ديال زائد 8 هي زائد 10 ناقص 2 19 باش نزيدها 8 ما عنديش كيفاش نزيدها هنا ندير زائد 10 ناقص 2 زائد 2 تعطيني 29. دونك ديما المكمل ديال 9 هو 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 اي 1 هي 9. دونك بحال هكا تقول شنو العدد اللي غادي نكمل به باش نوصل ل 10. هادو داكشي اش كنقول لهم لي كومبليمون اديس او لا اصدقاء العشره. مثال اخر ديال زائد 7 3 زائد 6 عندي زائد 7 ما عنديش هي زائد 10 ناقص 3 كنكمل كناخذ 10 وكنقص 3. هنا بالتكرار بيان سور عارف بان اللي اول ما غادي يجيه واحد شويه الصعوبه، ولكن مع لونطريمون مع ان خاصها تكون عندكم شي اباكوس تاخذوها كيتباعوا في المكتبات اللي حداكم غتقدروا تبداو تمرنوا بها.
دونك مثال اخر 14 زائد 6 دونك زائد 6 قلنا مكمل ديال هو 4 زائد 10 ناقص 4 زائد 3 في العمليه كنخدم هذه العمليه اللي لتحت اللي في هذا الجدول هذو يعني فيهم ثلاثه ديال الطبقات كنا عندي نعود 14 زائد 6 زائد 6 زائد 10 ناقص 4 زائد 3 غادي تعطيني 23 قاعده ديال زائد 5 دونك عندي هنايا 5 زائد 1 زائد 5 هي زائد 10 ناقص 5 11 عندنا زائد 4 عندي هي زائد 10 ناقص 6 مثال 17 زائد 2 زائد 4 هي زائد 10 ناقص 6 غتعطينا هي 23 قاعدة ديال زائد 3 تساوي زائد 10 ناقص 7 عندي 8 ناقص 1 زائد 3 ما عنديش كيفاش نزيد 3 هنايا هي زائد 10 ناقص 7 وقاعدة ديال زائد 2 هي المكمل ديالها هو 8 زائد 2 كتساوي زائد 10 ناقص 2 زائد 19 زائد 2 زائد 10 ناقص 7 زائد 1 23 والقاعدة ديال لي زامي دو ديسبوزيتيف اخر قاعدة ديال زائد 1 كتساوي المكمل ديالها هو 9 زائد 1 كتساوي زائد 10 ناقص 9 دونك عندي 19 زائد 1 هي زائد 10 ناقص 9 وزائد 6 غادي تعطيني 26 دونك هادو لي زامي دو ديسبوزيتيف تقريبا كل قاعدة كنديرو فيها مع الأطفال من حصة حتى جوج أو ثلاثة الحصص على حسب لي كاباسيتي ديال الأطفال على حسب الأعداد والأنواع ديال التمارين غادي تخدمو معاهم من بعد كنخدمو تمارين عشوائية دونك التمارين العشوائية كيكونوا فيهم جميع القواعد كنو فيهم جميع القواعد مثلا غادي ناخذو هنايا الالياتوار غادي ناخذو هنا ستة ديال الطبقات 2000 ملي سكوند وكيطلعوا لنا العمليات بحال هكا 1 زائد 2 زائد 8 هي زائد 10 ناقص 2 زائد 9 هي زائد 10 ناقص 1 زائد 1 زائد 7 دونك كتعطيني هي 28 7 زائد 8 هي زائد 10 ناقص 2 زائد 9 زائد 10 ناقص 1 زائد 6 مشات ليا زائد 3 وقيلا 40 وقيلا الا ما مشات ليش ديك اللعيبه 40 سقات 40 داكوغ دونك وهذا هو اللي كيتسمى الحساب العشوائي فيهم كنخدموا مجموعه ديال القواعد مخلطين 5 زائد 6 زائد 10 ناقص 4 شاو لي لي زوبيراسيون اش خاصني نقلب هكا باش نشوف لي زوبيراسيون مزيان داكوغ 4 زائد 6 زائد 10 ناقص 4 زائد 2 زائد 3 هي زائد 5 ناقص 2 زائد 9 زائد 10 ناقص 1 زائد 1 دونك عطاتني هنا 25 داكوغ دونك هنايا كيكونوا على حسب المستوى كاين المستوى اللي كنا درناه في واحد المسابقة وطنية الطفلة اللي خدمات نفس هاد الاكزارسيس هذا 15 طبقة بحال هاد الشكل هذا خدماتو هذا خدماتو بالتخيل بيان سور لا سبع من بلاتي فيه جوج ديال الطبقات سبع من هذا بلاتي ماشي سبع من هذا ولكن فيه لي ديزاين واحد ثلاثة بحال هكا دونك خدماتو بالتخيل دابا نوريكم شي لقطات ديال المسابقة اللي درنا مسابقة وطنية كنديرو مسابقات وطنية ومسابقات جهوية في الحساب الذهني صراحة المسابقات مهمة جدا بالنسبة للأطفال كيحفزوهم وكيحاولوا أنهم يتانيو في الدار والبرنامج كيتماسك يعني ملي كتبغي تخدم في الحساب الذهني وكدير شي مسابقة
الاطفال كيتحفزوا انهم يتعينيو، وكتكون ديك لومبيونس مهمه جدا، سيرتو حيت الحساب الديني بحالو بحال شي سبور دايا. داكوغ نسمي هنا كومبيتيسيون على هاد المسابقة كنا نظمناها في نبيل الحمزاوي. الفلاش بحال هذا كاين كيتباع، اللي فيه لي زامي دو سانك وغادي بالترتيب كيتباع، هذا كيدير 500 درهم. الا كنتي معانا في البرنامج ديال الدبلوم كيتبقى معاك فقط 250. الفلاشات الاخرين كاينين غراتوي، عندنا فلاشات حاطينهم في لو سيت غراتوي، فلاش كالك فيه، ولكن هذاك الياتوار، هذا اللي كيقراو به الاطفال كيكون مبرمج. و حنا نورمالمون هي داين ليه لانترميديار، لواحد لا سوسيتي هي اللي كديرو اصلا، كتبيعو مدى الحياه بي سي واحد 1500 درهم. داكو حنا نورمالمون في الاكاديميه ديالنا، حيتاش حنا متخصصين في الحساب الديني، حنا الوكلاء ديالهم، كنخليو بهذا الثمن هذا. دونك هنا كاين امثله في المسابقات اللي نظمناهم. دابا مع الانترنت السريعة بزاف ما كتبان لكمش كاع شاد السرعة ديالها. كما قلت لكم الانترنت السريعة بزاف واحد الدرجة انكم كاع ما غاديش تبان لكم كاع، انتم واقيلا عندكم سرعة الانترنت مجهدة. سرعة كبيرة جدا تبارك الله. باش تشتغل في بروبتيك و اتصالات ما تبيعش في بروبتيك تبقاو خدامين متاحين. داكو هاد المسابقات هادو مهمين جدا للأطفال. شكرا لك أستاذة دينا مرحبا، و حنايا في الخدمة دائما باش نخدمو التعليم و نخدمو ليديوكاسيون، نخدمو وليداتنا، الله يبارك ان شاء الله. داكو دونك هادو امثله ديال المسابقات الوطنيه الجهويه، ابتداء من كنت 2015 حنا كنظموا في المسابقات، وكنحاولوا نخدموا الكالكول مونطال بطريقه اللي هي احترافيه، على اساس ان تولي واحد المهنه وتولي واحد الدخل الاضافي للمجموعه ديال المدربين اللي بغاو يخدموا في هذا الميدان. هذا هو ميدان صراحه جميل جدا، ميدان اللي فيه ميدان كيخصو شي شويه ديال الصبر، كيخصو شويه ديال التمارين، وكيبان ليا الواحد الا التزم غادي يجيه ساهل، شكون اللي غادي يجيه صعيب؟ هو اللي ما كيتدربش واللي ما ملتزمش، دونك غادي يقدر يجيه صعيب شويه. وحنا فتحنا ايضا دانا واحد القضيه، دانا وكاله للاشخاص اللي بغاو انهم يخدموا في ديورهم. داكوغ الاخوات والاخوه اللي بغاو يخدموا في ديورهم يقدروا انهم يبداو يسوقوا الحساب الذهني مع انزان اكاديمي. حنا هذه فاتحينها بيان سور الناس اللي معنا في لو ديبلوم.
نوريكم هي بعض الأشياء اللي كنا ضفناها لهذه الوكالة هذه. دونك خدمنا، وكانت الوكالة تقريبا الهدف ديالها هو أنك ما غاديش نبين لكم هذه، غادي نوريكم دغيا شنو هي الوكالة. الحساب الذهني اللي بغى يخدم في الحساب الذهني معنا مرحبا به، يقدر يخدم هي في الدار. اللي بغى يكون عنده واحد الدخل إضافي، شوف هنا فين محطوطة هاديك لافورماسيون، تبان هنا. داكو، دونك هاد الوكالة شنو هي هاد الوكالة هادي؟ دونك هاد الوكالة هادي كيف تحقق دخلا إضافيا باستلامك وكالة برنامج في الحساب الذهني؟ كيف تحقق دخلا إضافيا؟ ما هي وكالة أنزام بلس؟ وكالة أنزام بلس تو سامبلومون هي توكيل خاصة بحساب ديني، كتعطى المتدربين والمنتمين لنادي أنزام بلوس في أي بي مع سواء عضويات المهتمين أن يصيروا مدربين في الحساب الذهني، وكتخدم في الدار أو لا القيام بشراكة حساب ذهني مع مؤسسة أو مركز. كاين ما عندوش لي كونطرا ولا ما عندوش سوسيتي ولا شي حاجة، كنعطيو هاد التوكيل هذا كيخدم بالورق ديالنا. كيف يمكنك استلام للي عضو، كيف يمكنك استلام الوكاله؟ دونك هذا هي واحد الخطا تقني هنايا. يجب على العضو ان يتمكن من فهم وتطبيق الاساسيات بحيث يمكنه تدريس الاطفال على الاقل واحد المده ديال 3 شهور. وايضا كيف يمكنني وضع برنامج عملي للنجاح في الوكاله وضمان انتشار في محيطي؟ خاصني نحدد واحد الهدف بيان سور، وخاصني نحط واحد الخطه عمليه ناجحه. وهذا الشيء اللي كنديروا مع الناس اللي عندهم الوكاله، كنخدموا في وسط السيمانه. هذا الاسبوع بالنسبه غادي نديروا الناس اللي معنا في الحساب الذهني غادي يخدموا معنا في بيان سور لو كالكول مونطال، غادي كنخدموا معاهم هذه الخطه والمونه في تعديل الخطه ووضع خطه بديله. والمرحله الرابعه هي الوصول للهدف. بيان سور الخطه كتكون عباره عن تحديد الهدف، يعني خاصو يكون عندك واحد الدخل شهري اللي كتضمنه عن طريق عدد الاطفال معين وعدد المتدربين معين. وعاد هاد الخطه هذه ولا الطريقه استراتيجيه ديال الخدمه، اما غادي تخدم عن زيارات مباشره للمؤسسات التعليميه، او تقدر تخدم في الانترنت تكون هي جالس في الدار وتخدم معنا في هاد الوكاله هذه. بيان سور غادي تشوف هاد المؤسسه واش كتدخل كالكول مونطال، واش ديجا عندها الحساب الذهني، والا كان عندها شي اللي كتحكم به او لا هي دايره شراكه مع شي واحد. وهنايا كتبقى خدام على راسك سيغ انترنيت. بيان سور كاين مجموعه ديال الاشياء اللي كنمنحوها الوكلاء باش يخدموا بها، اللوغو ديالنا، لي بيبليسيتي، يعني كتشد هي داكشي كدير كوبي كولي وكتلوح وكتعرف على الناس. بيان سور هنا خاصك تكون كدير تدريب بيان سور معنا في هاد المده اللي داين ديال التدريب ديال السنه، باش كتبقى تاخذ شويه بشويه. بيان سور الحاجه اللي حنا مدعمينها واللي عجبات المدربين في الحساب الديني هو الموقع ديالنا الالكتروني اللي مسجلين فيه التكوينات اللي كنديرو كاملين، سباس ديال لونجيسترومون كنحاولوا نحطوا فيه. يعني بيان سور بعد انك تكونيكتا كتدخل كتلقى التكوينات كامله مسجله اللي داناها، سواء التكوينات ديال الوكاله وسواء ايضا في التكوينات ديال غير الوكالة ديال لو ديبلوم دو كالكول مونطال. دونك تقريبا اون جينيرال شفنا في هذه الحصة هذه مجموعة ديال الأفكار اللي هي أساسية. شفنا الحساب الذهني الهيستوريك ديالو، شفنا طريقة ديال التعلم ديالو،
قلنا كتعلم الطفل بشويه بشويه، شفنا الحساب البسيط وايضا الحساب المركب، خاص فقط التمارين والتدريب، وشفنا مدى أهمية يعني التكرار ومدى أهمية المسابقات اللي كتحفز هاد الأطفال هادو أنهم يديفلوبيو هاد السيرفو وهاد المكانة العظيمة اللي خلقناها لنا الله عز وجل، وهي هاد الدماغ هذا كنزيدو كنديفلوبيو. إلا كانوا شي أسئلة الإخوان والأخوات كونسيرنون لو كالكول مونطال أو هادشي اللي درنا في هاد لافورماسيون هادي، مرحبا ممكن أنكم تعطيونا لي كيستيون ديالكم باش نقدروا نجاوبوكم. مرحبا استاذ حيدرة، كيف ما مكتوب عندي هنا، مرحبا غون بليزير بالعكس. ما هي مدة كل حصة وكيف يتم تقسيمها؟ مدة ديال الحصة ديال الأطفال كدير فيها ساعتين، وكتقسمها على حسب ثلاثة الأنشطة، أنشطة ديال الحساب بالمعداد، أنشطة الألعاب التربوية، أنشطة ديال أنشطة ديال الرياضيات أو تقنيات أخرى في الرياضيات. دونك تقريبا كديرها مده حصه في الاسبوع. بالنسبه للاطفال ياك سولتينا هادشي اللي سولتينا ياسين، كيتسمى فلاش كارك ولا فلاش انزان؟ مرحبا بك، ا غو بليزير، تبعونا ان شاء الله في المجموعه ديالنا، نحاولوا هذه انفو تحط في اليوتيوب غادي تصيفط لكم، اولا تبعونا في اليوتيوب في لاشين ديالنا كنحطوا فيها دورات التدريبيه ديالنا. دونك الى باقي شي سؤال بالنسبه للاستفاده من هذا البرنامج، كوني لم ام بغيت هذا التدريب من اجل وليداتي باش تنصحني؟ الا بغيتي فقط من اجل وليداتك هاد الدوره هادي، شنو اللي غادي شنو غادي تستافدي منها؟ غادي تستافدي منها طريقه ديال الحساب السريع، غادي تخلي وليداتك غادي تعرفي الطريقه انك كيفاش تخدمي معاهم، غادي تعرفي المسابقات ولا لي زيكزيرسيس اللي خاصك دير لهم كيفاش دايرين، غادي تستافدي من كتب، غادي تستافدي من برامج، وايضا غادي تكون عندك وكاله الا بغيتي تخدمي في الدار فقط في الانترنت، ويكون عندك مدخول اضافي. وايضا الى بغيتي مثلا يعني تخدمي مع وليدات واحد اخرين، راه كتقدي تطبعي داك الكتب وتخدمي بهم، عندك في لو سيت ويب كتب كتليشارجيهم وكتخدمي بهم سواء مع وليداتك سواء من غيرك. داكوغ سينو بقاي متواصله معنا، غادي نديرو دورات تكوينيه كتكون خفيفه بحال هكا، يعني كتكون فيها شهر بحال هكا. اما التكوين دابا اللي دين حنا لو ديبلوم فيه عام، واللي بغا فريمون يستافد من هاد لا فورماسيون هادي فريمون كيخصو يعني الى بغى يضبط المسائل ديالو مزيان ويتريني، راه احسن توقيت اللي باش تشد الحساب الذهني مزيان وتكون فيه مدرب، كنتكلموا على عام تقريبا ديال المده الزمنيه. مرحبا بك استاذه مليكة، شنو هو الكتب اللي كيقدروا يفيدونا في الحساب الذهني؟ كتب اللي فيهم الحساب البسيط والحساب المركب، كان كيكون عندنا حنا نوريك بعض الامثله داكوغ، كيكونوا كتب كنحطوهم، هما كتب كيكونوا بريفي خاصين بالاعضاء، كيخدموا بهم بيان سور انشطه موازيه لا مدربين ديسباس دو تيليشارجمون. كاينين كتب اللي مجانيه وكاين كتب اللي هما بروفيسيونيل اللي كتقاري بهم، كيكونوا كتب احترافيين داكو، كيكونوا مجموعه ديال الوسائل.
مثال بحال هذا الشكل هذا. هذا مثال من الكتب. أستاذ أستاذ حدا مرحبا بك أستاذ، غير تواصل مع الناس اللي هضروا معاك وغادي يتكلموا لك على لو ديبلوم. مرحبا بك. السلام عليكم أستاذ. الأطفال باش يتعلموا قلنا 3 سنين، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عارفين بنفسك؟ بلا راه ما كتبانش شاشة أستاذ، فين كتبين الكتب وداك الشيء راه ما باينش. بلاتي واخا واخا، وعليكم السلام. بينتي مثال داكوغ، مثال ديال الكتب. كاين كتب فيهم مستويات وأيضا حقائب وأيضا أشياء اللي كتعاونكم على لو بروجي ديال لو كالكول مونطال. وكاين أشياء أخرى، كاين في الوكالة كاين مجموعة ديال الأشياء اللي كتكون عندكم في لا فورماسيون، زائد الاكسبيريونس اللي دوزنا ديال 7 سنين ديال كيفاش انك تبدا من الزيرو وتبدا خطوه خطوه ويكون عندك ان بروجي ديالك بيان سور كومبلي في الحساب الذهني، تخدم به مع المدارس، تخدم به مع وليداتك، تخدم به مثلا مع يعني دي سونتر مراكز. وكما قلت لكم ثاني ثاني بروجي مطلوب في المغرب بعد هذا بعد من سميت واش كيقولوا ليه سوتيان سكولار. داكور دونك الى باقيين شي اسئله نجاوبكم عليهم. داكور مرحبا. دونك الاخوان والاخوات اللي اهتموا بالدبلوم او لا اهتموا بالتكوينات ديالنا الاخرى او البرامج اللي عندنا بحال برنامج الفلاش الذكي اللي فيه المستويات مقسمين، او لا كاين واحد لابليكاسيون كتخدم في التليفون ابليكاسيون اللي هي بروفيسيونيل اللي تدرب بها في الدار. دونك مرحبا بكم وتواصلوا مع الناس اللي هضروا معكم في الاول وما يكون غير الخير ان شاء الله، ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. دونك بلي ما بقى حتى شي سؤال هنايا ما عليا نقول لكم الله يوفقكم وان شاء الله تدوزوا يوم جميل وتتابعوا اليوم ديالكم بطاقه ونشاط وحيويه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا، تبارك الله عليكم وشكرا لكم على الحضور ديالكم. شكرا لك استاذ بزاف على التوضيحات. مرحبا استاذه ومرحبا في اي وقت، تبارك الله عليك.